درس اليوم اللي راح نشوفه هو مرشح بقوة 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 في بكالوريا 2022، باسكو عنده 4 سنين في الباك ما جاش. من الباك 2018 ما جاش درس تاع الوش، راح نشوفه كيفاش يجينا في الباك. شوفوا القواعد، شوفوا لي زاستيس، تابعوا معنا. السلام عليكم تلاميذ الاعزاء، ومرحبا بكم في قناتي في اليوتيوب امين انجليش. كما شفنا درسنا اليوم هو درس مرشح بقوة في بكالوريا 2022، التمني الوش. عادة التمني يجي مع الجرامر، يعطينا جملة والجملة الزوجة يكتب لنا I wish ويطلب لنا تكملة تحت الجملة. أولا راح نشوفوا أنواع الوش وكيفاش نتعاملوا مع كل نوع. تابعوا معي الفيديو هذا دقيقة بدقيقة حتى الأخير، لأنه كل ثانية مهمة في هذا الفيديو، فيها معلومات قيمة. تابعوا معنا. أول حاجة قلنا راح يعطينا جملة تتكون من سوجي فيرب وباقي الجملة. لازم نعرفوا التكوين تاع الجملة اللي غادي نجاوبوا فيها مما تتكون. تتكون من I wish plus subject plus verb وباقي الجملة. أول حاجة احنا subject ما عدناش معاه مشكل، راح نشوفوا التفصيل تاعه بعدها. إذا كان عندنا الفعل في الحاضر في الجملة اللي أعطاها لنا، معناتها الفعل هنا يتحول إلى الماضي. والحاجة الثانية، إذا كان عندنا النفي في الجملة تاعنا، النفي نقلعوه في الجواب. وإذا كان ما عدناش نفي في الجملة اللي أعطاها لنا، معناتها لازم احنا نديروا من عدنا نفي. هادو النقطتين أكدوا عليهم، الفعل حاضر يولي ماضي، والنفي إذا كان عدنا ما نديروهش نقلعوه، وإذا كان ما عدناش النفي في الجملة معناتها نزيدوه. نشوفوا مثال بكل بساطة. I am not rich، عدنا I subject I am not. I am معناتها to be في الحاضر، وين يتحول؟ قلنا يتحول للماضي. شتولي الجملة؟ I wish I were rich. I wish I were rich. شدرنا هنا؟ رح نبسطوا الجملة. Not قلعناها، I am not rich، أتمنى أنا لست غنيا، معنتها تمني أتمنى لو كنت غنيا، معنتها النفي نقلعه. حتى في اللغة العربية الواحد كي يجي يتمنى ما يستعملش الحاضر، نقول لك وكان غير جا عندي دراهم، ما نقولكش وكان عندي دراهم، لا، وكان غير جا عندي دراهم، وكان غير كنت نعرف نسوق. انا ما نعرفش نسوق، نقول لك وكان غير كنت. كي نعبروا على التمني في الحاضر نستعملوا الفعل في الماضي، مفهوم؟ نشوفوا مثال اخر. I don't have a car. ش عندنا هنايا؟ عندنا الهاف في الحاضر، وين تتحول الى الماضي، وعدنا النفي هنا في الجملة، عدنا النفي اللي هي don't. شا معنتها؟ نقلعوا don't هذه. شا تشجينا في الجملة؟ I wish، دايما كاينة I wish. I wish I had a car. نقلعنا don't والهاف رديناها في الماضي بكل بساطة. I wish I had a car. نشوفوا النوع الثاني. النوع الثاني كيكون عدنا الفعل في الماضي ولا يكون عدنا كلمة regret. هادو زوج إشارات. إذا كان عندنا فعل في الماضي، معناتها الفعل هذا نحوله للباست بيرفكت. كيكون عندنا الفعل في الباست، الجملة اللي يعطيها لنا نحوله للباست بيرفكت. الباست بيرفكت مما يتكون، لازم تشوفوا الفيديوهات على الأزمنة اللي راهم في قناتي في اليوتيوب أمين إنجليش باش تفهموا هذا الدرس مليح. الباست بيرفكت يتكون من هاد بلس باست بارتيسيبل. نروح نشوفوا مثال. I didn't listen to you. I didn't listen to you. عدنا هنا نفس القاعدة تاع النفي. إذا كان عدنا نفي نقلعوه، إذا ما كانش عدنا نفي نديروه. I didn't listen to you. شتولي؟ I wish I had listened to you. شدرنا هنا؟ كان عدنا didn't listen. كي نشوفو did معنتها راه في الماضي. شنديرو؟ الباست perfect. had listened، والنفي اللي كان عندنا didn't، كان عندنا نفي قلعناه. شقولنا I wish I had listened to you. نشوفوا الحالة الثانية، كيكون عندنا regret أيضا الفعل تاعنا حتى ويكون في الحاضر ولا continuous نحوله للباست perfect. مثال I regret going to that party. الفعل قلنا نحوله للباست perfect كيكون عندنا regret. شتولي عندنا؟ I wish I hadn't gone to that party. شعدنا hadn't gone هنا الباست بيرفكت. وفي الجملة الأولى I wish I regret going to that party ما كاش عدنا النفي، إذا زدنا النفي في الجملة اللي جاوبنا فيها. نعود نكررها. I wish I hadn't gone to that party. هذا النوع الثاني قلنا كيكون عدنا فعل في الماضي
نردوه كي يكون عندنا باست نردوه باست بيرفكت، كي تكون عندنا ريغريت ايضا الفعل نردوه في الباست بيرفكت. وحرزوا هنا كاين ملاحظه جد مهمه، احنا عندنا فعلين اي ريغريت والفعل الثاني جوين، كي يعطينا فعلين نخلو فقط الفعل الثاني ونقلعوا الفعل الاول، هنا ريغريت قلعناها ما خليناش ريغريت. نروح نشوفوا النوع الثالث. النوع الثالث هو تمني في الفيوتشر، كي نتمنوا حاجه في الفيوتشر الجواب تاعنا كيفاش يكون؟ اي ويش نديرو كود ولا وود زائد ستام، يا كود زائد ستام، ستام هو الفعل غير مصرف، يعني اذا اعطانا الفعل في الحاضر نردوه غير مصرف، ولا وود بلس ستام. لكن المشكل هنا كيفاش نعرفه؟ كاين اربع اشارات كيفاش نعرفه اسكو نديرو وود. اذا اعطانا الجمله تبدا I have a strong desire ولا I am afraid، لأنه التمني في المستقبل نتمنو نشكو من حاجة ولا نتمنو تكون عندنا رغبة أنه نغيرو حاجة. الإشارة الزوجة الفعل يكون الفعل في الجملة يكون كان ولا will، إذا كان عندنا كان يولي would، إذا كان عندنا will في الجملة تولي would. الإشارة الخامسة هما الكي ووردز تاع الفيوتشر، في الجملة غادي تلقى in the future ولا someday ولا one day ولا soon. إذا شفته يتكلم على future معناتها الجملة الجواب تاعك راح تكون would plus stem ولا could plus stem. نشوفه على سبيل المثال باش نوضحه أكثر. المثال الأول I can't I cannot give up smoking، ما نقدرش نتخلى على التدخين. الجواب تاعها كيفاش راح يكون؟ شا عدنا هنا؟ عدنا إشارة من الإشارات واللي هي can، كان شتولي I wish اللي دائما كاينه، وعدنا النفي معناتها نقلعوا النفي شنديرو I wish I could give up smoking، I wish I could، الكان ولت could. المثال الثاني عدنا It will not stop raining، It will not stop raining، احنا شعدنا الإشارة عدنا will اللي تدل على الفيوتر، دونك شتولي will تولي would. والحل كيفاش يكون؟ I wish It would stop raining، النفي قلعنا. فكروا الملاحظة هذه بزاف بزاف، النفي إذا كان عدنا نقلعوه وإذا ما كانش عدنا نزيدوه. الجواب شي يولي I wish it would stop raining، I wish it would stop raining. نشوف المثال الثالث باش نأكدوا أكثر. المثال الثالث فيه إشارتين، ركزوا معايا مليح. I have a strong desire to set foot on the moon soon، وهذا المثال جاء في البكالوريا. الإشارتين هما I have a strong desire والإشارة الزوجة soon. soon معناتها قريبا، معناتها في الفيوتر. كي نجاوبو شنديرو؟ نديرو could ولا would plus stem. هنا عندنا فعلين I have وست فوت، معناتها نخيروا الفعل الثاني والفعل الاول نسبريموه. الجواب كيفاش يكون؟ I wish I could set foot on the moon soon، I wish I could set foot on the moon soon. وقلنا دائما could والود يجي مراهم stem، فعل غير مصرف. هذو هما جميع انواع الوش، كاع اللي كان اللي يجوا في الوش درتهم لكم. دركا غادي نعطيكم مثال ونخليكم تخموا واحد العشر ثواني ونجاوبوا عليه. وهذا المثال جاء في البكالوريا I regret that my parents didn't read me fairy tales. هنا ركزوا مليح، راني طالع فيكم، ركزوا مليح. عندنا regret وعندنا didn't read me، didn't read me، الإشارتين تدل على هذا الفعل في الماضي، وإحنا عدنا فعلين، إذن نقلع الفعل الأول I regret that، هذا ينقلع نخلو فقط الفعل الثاني. الجواب كيفاش يكون؟ I wish that my parents had read me fairy tales، didn't عدنا النفي قلعناه ودرنا الباست بيرفكت had read me. I wish that my parents had read me
fairy tales. غادي نخلي لكم فيما يلي جمل كتبوهم لي في التعليقات وحلوهم وقولوا لي هل هو فعل النوع الاول زوج ولا ثالث، حلوهم لي وكتبوهم في التعليقات. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فاتوا تاع التنسس والفيديو اللي راهم جايين. ابونوا فلاشان باش يخرج لكم دائما جديد وتشوف الفيديوهات. راح ندير لكم فيديوهين ولا ثلاثه في الاسبوع ان شاء الله قبل البكالوريا نكونوا كملنا بروغرام. تابعوني في قناتي في اليوتيوب امين انجليش وفي صفحه الاستاذ امين الانجليزيه، ونشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.